تم اليوم تدريب قابلات للنزيف ما بعد الولادة، دورة تدريبية برعاية منظمة سما. مشكورين جدا على مجهودهم في مكافحة نزيف ما بعد الولادة وخفض وفيات الأمهات، بالمشاركة مع وزارة الصحة الولائية. ونتمنى أن تكون في دورات تدريبية تساعد في خفض وفيات الأمهات في السودان. وجدان سيد إبراهيم، سيستر شغالة في مركز صحي أبو زيد سود ليبيا. بصراحة كده أنا استفدت كثير من الدورة التدريبية بالنسبة للقابلات، واستفدنا منها حاجات كثيرة في الأساس ما كنا عارفينها ولا كنا عارفين أهميتها بالنسبة للحامل وللست الوالدة ولا الفترة بعد النفاس. بنشكر سامة إنها قدمت أو أتاحت لنا هذه الفرصة، وبنتمنى إنها تواصل في عملها في ترقية عمل القابلات.